تقري شو مكتوب هون؟ فيك حاج تبكي حاج بالعيه بلا ما يحس ابوك عليك ويعرف باللي صار. اقري شو مكتوب. امسكي لك امسكي عم قلك اقري. خالص عمره انتي ما دخلك باللي صار عم تفهمي؟ طلعي فيني منيح. الموت والحياة بإيد رب العالمين. لك حاش تبكي حاش؟ انتي غلطتي معه شي لهذا الشيء؟ لا ورحمة عمي ورحمة عمي ما صار بيناتنا شي. اصلا هذا كان اول مشوار بطلع. بس شو أعمل إذا أنا حسي مثل النيلة يا أمي؟ خلاص 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 لا يكون حظك أحسن من حظ أمك بجاه الحبيب. طلعي فيني هذا أبو الموتور محبين ولا عم يضحك عليك؟ ما له عم يضحك علي. صحيح معي. لم تعد هناك فائدة ترجى من هذا القلب سوى أنه يضخ الدماء إلى هذا الجسد البائس الذي لا يريد أن يعيش. تبع شجرة الورد. شجرة الورد ايه. كيف كان أولا ما نتذكر تحت تحت شجرة الورد سأدمي أصابعي وأنا ألم لك باقة من الزهر أرميها أمام باب منزلك الخالي. هيك أحسن بلا ما يحس علينا أبوك ويعرف باللي صار ونفوت بسين وجيه.